طيب السائل في الغرب يقول عندنا اجتماع ومحاضرات وهجزنا جاليات الهندوسية لأن ليس لدينا مركز المجتمع فهل يجوز ذلك؟ يعني يجوز الاشتاك الرسالة يستعملها الهندوس إذا لم يكن فيها معالم للهندوس أو أصنام أو صور أو آلهة تعبد لا بأس الشاشة الصالة عادية ما في شيء نعم طيب جزاك الله خير يا شيخ